هنا ليس بمكانه، يصارع الخيط لإدخاله في ثقب الإبرة، كمن يتلمس مستقبله في نفق مظلم. في مقتبل العمر استقوى عليه العوز، يواجهه ولو على حساب علمه ولهوه، سبيلا للبقاء وعونا للعائلة. قصة يضنيها القهر وتكفكفها الدموع. ربيع، أدي عمرك؟ أنا عمري 16. شفناك عم تشتغل، ليه عم تشتغل بهذا العمر مش عم تتعلم؟ والله عم اشتغل لأنه هون بلبنان الأوضاع كتير مادة يعني كتير سيئة، عم اشتغل مشان عين أبي بمصروف البيت وأجار وكهرباء ومي، فعم يجي اشتغل هون وعم حاول كمان جمع شوية مصاري مشان اجي اتعلم يعني كمل دراسة، لأنه كان عندي طموح أنه أدرس وكمل، بس الأوضاع ما سمحت لنا أنه كمل أدرس. طموحه أن يصبح طبيباً أو صيدلياً، كان متفوقاً يتباهى بنجاحاته، يتحدث عنها وكأنها من الماضي البعيد، وبغصة يتنهد ويفصح عما يثقل قلبه: لقد تهجرت وهجرني طموحي ومستقبلي. يعني بتعرف أنت الأوضاع ما سمحت أنه كمل دراسة أو شيء، فأنا كنت أدرس وقت كنت ببلد بسوريا، بس هلا تهجرت معه يعني راح الطموح، راح المستقبل، راح كل شيء. فيما هو منغمس بما لا يتناسب وسنه، يتحسر على أيامه، يردد: ليتني كنت من المحظوظين. ولكن كأنه يأبى إلا وأن يتحمل مسؤولية لم تكن في الحسبان، ولا هي أصلا يجب أن تكون في حسبانه. بتحس بالحسرة؟ ايه بحس احيانا، بقعد بصفون هي. المهم ان يكون لي شأن في مجتمعي وبلدي عندما اصير شابا. بهذه العبارة يودعنا ربيع، مثله مثل باقي اطفال وفتيان وفتيات سوريا، يهربون من وطن لهم بات مصيره مجهولا، ويلاحقهم البؤس الى حيث يلجؤون، يسرق براءتهم وتعليمهم. طفولة سورية يرثى لها، سقف أحلامها ينخفض باستمرار، أما مفاوضات تسوية ملفاتهم فتتعامل مع هذا الملف كهامش عابر في صفحاتها ووثائقها. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة، البقاع.